مشاكل الوراثيه للرجال، في مشاكل كتير بتبقى ليها متعلقه بالوراثه بتصيب الرجل. اهم هذه المشاكل هي متلازمه كلاينفلتر. متلازمه كلاينفلتر، متلازمه يعني مجموعه اعراض. متلازمه كلاينفلتر دي الانسان بيبقى 46 كروموزوم، الكروموزومات دي بنسميها الاجسام الصبغيه، وزائد ما يسمى بالكروموزوم اللي بيحدد الجنس اللي هو الاكس اكس اللي بيبقى انثى واكس واي بيبقى ذكر. متلازمة كلاينفلتر بيبقى الراجل معاني عنده 47 اكس اكس واي. طب ازاي ده بيحصل؟ الخلل ده ممكن يحصل يا اما على مستوى الحيوان المنوي او على مستوى البويضة. اثناء الانقسامات اللي بيحصل عملية تكوين الحيوان المنوي في مرحلة بنسميها الانقسام الاختزالي، بيحصل انفصال للاكس وواي كروموزوم الموجودين في الخلية لدى الاب، وفي خلية بيتكون بيحصل حاجة بنسميها disjunction، بننفصل الاكس كروموزوم عن الواي كروموزوم، فخليه بتكمل ويبقى على حيوان منوي ده اكس كروموزوم، لو خاصه بالبويضه يبقى اكس اكس وتبقى انثى، وحيوان منوي تاني الخليه بتكمل ويبقى حيوان منوي واي كروموزوم، لما بيخاصه بالبويضه بيبقى اكس واي ذكر. اللي بيحصل ان عمليه الانفصال دي بتفشل، فبيبقى في حيوان منوي عنده الاكس واي كامله على بعضها، وبالتالي الحيوان المنوي ده لو خاصه البويضه بيبقى المجموع في الاخر 47 اكس اكس واي. ده نفس المشكلة ممكن تحصل في تكوين البويضة. بدل البويضة كده كده بتحمل كروموزوم اكس، لو حصل نفس المشكلة ان كروموزوم الاكس 2 اكس مش كل واحدة انفصلت في خلية، بيبقى البويضة فيها اكس اكس، ويجي الحيوان المنوي اللي هو طبيعي جدا واي يخصى بالبويضة، فيبقى الناتج 47 اكس اكس واي. طب ايه بقى المشكلة او ايه اللي بيترتب على هذا؟ اللي بيترتب على حاجة على هذا بيحصل مشكلتين. المشكلة الأساسية اللي بتحصل أثناء البلوغ، ودي برضه بنرجع لفكره الوعي، ان بيحصل اللي عنده متلازمه كلاينفلتر تاخر في البلوغ، بيبقى عنده مشكله في الطول، بتلاقي معظمهم مش كلهم طوال، في مشكله تانية بتصيبه وهي حاجه بنسميها جاينيكوماس اللي هو تسدي لدى الرجال. دي بتبقى طبعا احنا ما بنتعاملش معاها ما بنشوفهاش بدري، لا ده بتحصل مع فتره البلوغ، لازم يبقى الاب والام عندهم وعي، لان انا ممكن في الفتره دي احاول الحق بما يسمى الهرمونال ريبليسمنت. وبيبقى عنده طبعا اهم حاجه بيشتكي منها تاخر البلوغ او فشل في البلوغ. طيب ايه اللي بيحصل او بيتعامل مع طبيب الذكوره امتى بيتعامل مع حالات الكلاينفلتر؟ بيتعامل مع حالات الكلاينفلتر طبعا بعد الزواج، ودي من اهم اسباب اللي بيحصل فيه تاخر انجاب، بيكون سببه هو انعدام الحيوان المنوي للسبب الوظيفي. الراجل بيجي يبقى عنده مشكلتين، المشكله الاولانيه ان طبعا السائل المنوي اللي بينزله ما فيهوش حيوان منوي، في مشكله تانية ولازم نراعيها جدا، بتبقى مشكله العلاقه او الحاله الجنسيه وكميه السائل المنوي. دايما دايما في الاغلب من الحالات بتبقى الناس اللي عندهم متلازمه كلاينفلتر بيبقى كميه السائل المنوي اللي بتنزل قليله، فبنبتدي نحاول نشخص الحاله. وفكره تشخيص الحاله مهمه جدا، لان بيبقى في دايما اعتراض، طب انا هشخص الحاله ما كده كده الناتج هو علاج عمليه عينه من الخصه. لا، مهم جدا ان انا اسعى ان انا اعرف التشخيص، لان بيتبني عليه قرار في العلاج. اهم طريقه لتشخيص المتلازمه كلاينفلتر هو مسميه كاريوتايبنج او فحص الكروموزومات. لازم اعمل فحص الكروموزومات، لما بيطلع 47 اكس اكس واي هنا انا كده شخصت الحاله، لان علاج الكلاينفلتر مش بس الانجاب، لا ده في مشكله ثانيه هنتكلم عليها وهي مشكله الريبليسمنت ثيرابي. اول ما بنكتشف موضوع كلاينفلتر بنحضر الحاله لعينه من الخصيه. احنا عندنا عينه الخصيه بيبقى فيه قرارين، قرار اما انا نشط الزوجه، وده الكلام الجديد ان انا كده كده العينه مش هيطلع منها كتير، فلو كده بقى الزوجه جاهزه ومنشطه نقدر نحقن الحيوانات المنويه في البويضه، او ان انا اعمل تي سي كرايو اللي هو اعمل عينه من الخصيه زائد تجميد. فده في اهميه تشخيص الحاله. المشكله الثانيه والمهم اللي بنركز عليها هرمونال ريبليسمنت. الهرمونال ريبليسمنت، لان انا دلوقتي بقى عندي كميه هرمون الذكوره اللي بتطلع قليله جدا، وهرمون الذكوره بيلعب دور مهم جدا وحيوي لدى الرجل. لازم اعدي هرمون ذكوره واتابعه كل 6 شهور، ما اسيبش ابدا حاله كلاينفلتر، لان ده بيرجع العضلات تاني وبيحاول يظبط الهير ديستريبيوشن، بيلعب دور مهم جدا. في احد برضو المشاكل هي نادره قوي قوي اللي هي بنسميها 46 اكس اكس ميل، اللي هو 46 اكس اكس الكروموزومات بتاعته كروموزومات انثى ولكنه رجل. صحيح نادره جدا وبتحصل حوالي حاله كل 20,000، لكن الحاله دي احنا تعاملنا معاها بعض.